شكرا جزيلا سيد توكل. نذهب إلى حسام يحيى في محطتنا اليومية مع التواصل الاجتماعي، كيف يمكن للمشاهدين أن يشاركوا معنا وبأي وسيلة في مصر الليلة، وماذا أيضا يمكن أن يتوقعوا منا في هذا القسم من البرنامج؟ حسام. نعم زين، مرحبا مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر كتاب التعليق على النافذة الرئيسية للقناة على الإنترنت مباشر -مصر.الجزيرة.net، وبإمكانكم أيضا متابعة ما يحدث في كواليس مصر الليلة وباقي البرامج عبر صفحتنا على إنستغرام. ونستعرض الآن ما تبقى لنا في هذه الليلة. الداخلية تؤكد أنها أعادت كفاءات كانت قد خرجت من جهاز أمن الدولة سابقا لإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، وتؤكد أن تلك العودة كانت وجهت ضربات قوية للإرهاب. أما القضية الرابعة والأخيرة، صفحات منسوبة لقضاء على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن آراء سياسية وإساءات لشخصيات عامة وحركات سياسية. برأيك لماذا يطبق المجلس الأعلى للقضاء معايير عدم اشتغال القضاء بالسياسة على قضاة دون غيرهم؟ إذن ننتظر منكم إثراء نقاش عبر صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر، وذلك عبر هاشتاج مصر _ الليلة. ليك زين، شكرا جزيلا لك حسام يحيى. معارك طويلة وهجمات متتالية تعرض لها القضاء المصري في مواجهة محاولات تسييسه على مدار العقود الأخيرة. هذا الموضوع سوف نعرضه في القسم الثاني من البرنامج كما قلنا، لكن لأمن الدولة الذي يطلق عليه بعض المصريين رعب الدولة بسبب ممارساته التي كانت أحد أسباب ثورتهم في 25 من يناير، وكان حله بمثابة إحدى ثمار هذه الثورة، لكنه عاد اليوم رسميا، وهو ما أكده اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، الذي أعلن بأريحية شديدة عودة من سماهم بالكفاءات من جهاز أمن الدولة إلى عملهم منذ شهر يناير الماضي من أجل تقوية جهاز الأمن الوطني، مشيرا إلى أن هذه الكفاءات كان لها دور مهم في الضربات التي وجهتها الداخلية للإرهاب. عودة أمن الدولة بالإضافة إلى عودة رجال مبارك وإعلاميه إلى صدارة المشهد السياسي والإعلامي وتبرئة مبارك ووزير داخليته تطرح أسئلة كثيرة. ماذا تبقى من ثورة يناير؟ ومن هم الكفاءات الذين عادوا من أمن الدولة إلى الأمن الوطني؟ ولماذا عادوا؟ ولماذا فصلوا إذن من الأساس؟ أمن الدولة أو الأمن الوطني، اختلفت الأسماء شكليا لكن المضمون ظل واحدا لم يتغير، بل ازداد شراسة وعنفا. اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية أعاد تأكيد هذه الحقيقة بعدما كشف عن استراتيجية وصفها بالجريئة اتبعتها الوزارة منذ يناير الماضي، أعادت خلالها إلى الخدمة ضباطا سابقين كانوا يعملون في جهاز أمن الدولة قبل ثورة يناير لإعادة بناء جهاز الأمن الوطني، مبررا ذلك بامتلاكهم خبرة كبيرة في مكافحة ما يسمى بالإرهاب. التصريح نفسه تقريبا سبق أن جاء على لسان وزير الداخلية بنفسه منذ أكثر من عام. بعض الضباط اللي تم استبعادهم وليهم الكفاءة والخبرة في هذا النشاط أمرت بإعادتهم مرة أخرى. اللواء عبد اللطيف امتد حديثه إلى استعراض الموقف الأمني بعد 30 يونيو، واصفا اعتصامي رابعة والنهضة بالجريمة المتكاملة الأركان، مؤكدا أن فض الاعتصامين تم على أعلى مستوى من الاحترافية. أما عن الفارق بين جماعة الإخوان المسلمين وأنصار بيت المقدس أو تنظيم الدولة الإسلامية فليس له وجود عند وزارة الداخلية وفقا للواء عبد اللطيف، لأن من يفرق بينهما ليست لديه إرادة حقيقية في القضاء على الإرهاب على حد قوله. جهاز أمن الدولة الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة يناير طالب المتظاهرون بحله بعد الثورة مباشرة، لكن المجلس العسكري آنذاك ما طال في تنفيذ المطلب. وبعد اقتحام مقرات الجهاز في مارس عام 2011 أعلن عن حل الجهاز وإنشاء آخر أطلق عليه اسم الأمن الوطني، لكن الأيام مرت ليعود ضباط الجهاز المنحل إلى الجهاز الجديد القديم أو القديم الجديد، ويتأكد المصريون أن التغيير لم يحدث إلا في اللافتات فقط، وهو نفس منهج السلطة في التعامل مع جميع القضايا. سألتك هتصوروا بقى يا فندم، واحنا الوزير الداخلية قال لي احط عليه يافطة، احط عليه يافطة. صوت سيادتك بقى قطع، احط ايه يا فندم؟ طيب انا اشوف الداخلية تقول يافطة ايه، وابلغ سيادتك بالاسم، سيادتك تلزقها لنا على طول كده.
تزوير على ودنه، ده جزء أو الجزء المتبقي من هذا التسجيل. لكن أرحب بكم مشاهدينا مرة أخرى، وأرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الكاتب الصحفي وائل قنديل، رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد اللندنية، أهلا وسهلا بك. كما أرحب بالعميد طارق الجوهري ضابط الشرطة السابق، أهلا وسهلا بك. أبدأ بك الحقيقة سيادة العميد، يعني هم الضباط دول اللي هم تم إبعادهم، حوالي 150 ضابط مش كده؟ تم إبعادهم ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان نوع من إرضاء الجو الثوري اللي كان موجود في هذا التوقيت، ويعني من باب العلم، وهذا بالنسبة لي يقينا، أن الأمر أنهم أغلبهم الغالبية قد عادت بالفعل ما قبل 30 يونيو، وقد يكون من هم في طريقهم إلى العودة معدودين على اليد الواحدة، لكن الأمر ليس كما يقال، وإنما ممكن أتحدث عن عندما يأتي يعني علي الوقت وحضرتك تسألني عن أسباب توقيت هذا التصريح، لكن هو المعلومة نفسها ليست في هذه الأيام. يعني هم يعني فعلا كانوا متهمين، يعني حسب ما قيل أيام إبعادهم منهم كانوا متهمين بالتعذيب وقضايا فساد مالي وإداري، نوع من أنواع الإنقاذ، يعني هم كانوا بيستبعدوهم كنوع من أنواع إنقاذهم من أنهم يقعوا تحت طائلة القانون، ومنهم من سافر إلى دول عربية، ومنهم من ألحق بأعمال خارج الداخلية في حينها، لكن عودتهم بدأت ما قبل 30 يونيو، يعني وأنا في الخدمة، مش هقول مثلا المعلومة دي جات لي وأنا الآن، لكن ده وأنا موجود في الخدمة مجموعة كبيرة منهم عادت وقعدت توالي، ومحمد إبراهيم قال كده بالفعل، توالي رجوعهم قعد مع احنا رجعناهم والرئيس ما يعرفش، فربما يكون طيب. قال حاجة تاني اللي هو اللواء هاني عبد اللطيف، ان هم كان لهم دور مهم في المعلومات، لأن عندهم معلومات وعندهم اتصالات وأشياء من هذا القبيل، وكان ده سبب في منع عمليات ارهابيه. هو الضابط اللي بيمشي من امن الدوله بياخد معاه ملفاته يعني ولا ما هو ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، ان الامر يعني مفرغ من مما هو قيل فيه، لكن هو مقصود به حاجات اخرى غير عوده ضباط امن الدوله، لانهم عادوا بالفعل، لكن هناك يعني اسباب اخرى لصدور هذا التصريح في هذا التوقيت. استاذ وائل قنديل، بما انهم عادوا من قبل، لماذا يقولون الان انهم عادوا؟ يعني هي مسألة توقيت، يعني ما حسني مبارك عاد ونظام مبارك عاد، وهو يعني وعائد منذ وقت طويل، بس الإعلان عن عودته كان في الجلسة الأخيرة في المحكمة، وبالتالي أنت بتتكلم في سياق عام، يعني أنت 30 يونيو أساسا قامت لكي تمحو أثار 25 يناير لكي تعيد هؤلاء، فمن الطبيعي للغاية أن يرجع هؤلاء. بالمناسبة عملية إعادة هؤلاء للحياة بدأت تقريبا بعد شهرين من ثورة يناير، ونتذكر جيدا كيف تبنى حزب النور ومشايخ حزب النور وبعض مشايخ الإفتاء فكرة الدية، اللي هي تعويض أهالي الشهداء، وكان في وقائع شهيرة جدا في الإسكندرية، ضباط بالاسم طلع مشايخ حزب النور تحدثوا عن انه يعني لا داعي للقصاص، وطالما وبداوا بالفعل يعني اغراءات، هو كان مشايخ حزب النور وحدهم اللي هم تبنوا مساله الديه، ولا كان في فصائل اسلاميه اخرى؟ ما كانش في فصائل اسلاميه اخرى تبنى؟ لا، انت بتتكلم فصائل اسلاميه او مؤسس او هيئات اسلاميه. لا، فصائل اسلاميه، تيارات اسلاميه، كان حزب النور واللي هم السلفيين يعني. واحنا سمعنا وكان في اغراءات شديده جدا، يعني تعويضات ماليه، ديات كبيره جدا، زائد رحلات حج وعمره وبموثقه للمساله دي. ومبكرا جدا رجع الناس، يعني في نوعيات من الضباط رجعت في الاسكندريه يمكن مبكرا للغايه. استعاده هؤلاء الان، لا يعني ده جاي في سياق ايه؟ انت دلوقتي مش رايح على انتخابات برلمانيه، هي تقريبا صورة بالكربون من انتخابات نظام 2010. حسني مبارك، أحمد عز، وبالتالي الآلة الأمنية أو المنظومة الأمنية التي ستتولى تطبيق هذه الانتخابات والإشراف على هذه الانتخابات وإخراج هذه الانتخابات بالشكل الذي كانت بها أيام أحمد عز لابد أن تعود مرة أخرى، وبالتالي لا مفاجأة، وبالتالي التوقيت هو انتخابات مجلس الشعب. بالضبط كده، ده كلام حضرتك برضو سيادة العميد؟ لا، أنا ممكن أضيف حاجة تانية، يعني هو طبعا تنظيمهم لموضوع مجلس الشعب ده، يعني الكلام ده اللي هو بالفعل التصريح سليم او التصريح فعلا بدء عوده ضباط امن الدوله في هذا التوقيت، لكن ده الامر بدا من فتره التي قيل فيها انها فتره تعافي وزاره الداخليه اللي هي العام بتاع الدكتور مرسي، بدات عوده هؤلاء الضباط. لكن انا ليا رؤيه اخرى في هو ما كانش يعرف الدكتور مرسي؟ الله اعلم، انا لا يعني انا ما اقدرش اجزم كان يعلم او لا يعلم، الله اعلم، لكن انا كنت عارف، فمش معقول انا كنت عارف الدكتور، يعني اذا كنت هاخدها بالاستنتاج او المنطق اكيد عارف.
لكن انا والامر كان يعني احنا موجودين مجموعه ضباط مع بعض ونعلم تماما فلان رجع فلان رجع فلان رجع فلان لا رفض بمزاجه هو الشخصي مش عايز يرجع. انت تعرف حد رجع؟ طبعا حد من اللي كان كانت سمعته يعني سيئة. هو كل سمعت ضباط أمن الدولة. الكلام ده لم يعلم في حين وليه؟ أنا كنت في الخدمة حضرتك أعلن إزاي يعني برضو ما أنت ما تلومنيش يعني طب وأنا في داخل الخدمة لكن أنا مجرد ما خرجت من الخدمة أعتقد لو حضرتك متابع كل حلقاتي مع الشيخ خالد عبد الله في قناة الناس كل هذه الأمور أنا عرضتها يعني لو حضرتك رجعت إلى هذه الحلقات لكن أنا كنت شاقدر وبقولها حقيقة في وأنا في توقيت الخدمة معنا أيضا يعني أصرح بهذا. نعم معنا أيضا اللواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخلية الأسبق. هل فعلا الداخلية محتاجة إلى هؤلاء الضباط التي أبعدتهم بنفسها عن جهاز أمن الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن الاستعانة بالخبرات القديمة أمر واجب. طب من رجع مبارك كمان ما هو خبرة هو كمان أنا هكمل بس كمان ما حدش قطعني خليني أكمل. لا مش هقطعك بس يعني الأفية حكمت زي ما بيقولوا. اما من يقول ان ثوره 25 يناير كان من ضمن مطالبها اقصاء الرموز السابقه في امن الدوله باعتبارها ساهمت في افساد الحياه السياسيه وتقويض الديمقراطيه فمردود عليه بانه بالرغم من استماله الحاكم السابق الرئيس حسني مبارك لعمل الجهاز وتسخيره لحمايه نظامه الا ان هذا لا ينفي اطلاقا من وجود خبرات كبيره جدا ساهمت في حمايه مصر ممن يتربصون بها لتقويض دعائمها ولا تنكر التيارات الإسلامية على مختلف فصائلها الإشادة بالمرحوم اللواء أحمد رأفت في رأب الصدع وأحداث توافق ومهادنة معها وهناك الكثيرون من أمثاله يمكن أن يحدثوا طفرة في عمل الجهاز الاستخباراتي الذي يحمي مصر ممن يتأمرون عليها ويريدون النيل منها. اللي رجعوا دول اللي هم بتوع المصالحة ولا اللي رجعوا دول بتوع التعذيب وبتوع اللي طلعوا معلومات خاطئه وادوها لامريكا وراحت امريكا عملت بيها حرب على العراق؟ شوف هقول لحضرتك حاجه، انا بؤكد ان لن تعود ابدا الممارسات السابقه التي اصبحت مرفوضه من الجهاز نفسه. لان اصبح الوعي بحقوق الانسان على درجه متقدمه للشعب المصري مما يصعب معه عوده الممارسات السابقه اطلاقا. ولكن يبقى بقى عوده الخبرات القديمه للمساهمه في حمايه مصر التي تعتبر حاليا يعني هو كل المنظمات الحقوقيه المصريه والغربيه والدوليه بتتكلم على ان الممارسات دي عادت بابشع مما كانت مش بس عادت ده عادت بابشع من كده من قبل كده بكتير. لا والله دي كلها يعني اقوال مرسله للاسف وما فيش الحاجات دي. الطب الشرعي مطلع تقرير عن 90 حاله وفاه داخل مراكز الاحتجاز في مصر مش احنا اللي مطلعينها الطب الشرعي المصري. الطب الشرعي المصري قال ان امن الدوله هي اللي عملت الحاجات دي كلها؟ طبعا لا. لا يعني مراكز الاحتجاز ما قالش امن الدوله طبعا. طيب حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي في الامن الوطني. احنا بنتكلم في الامن الوطني بنتكلم عن عوده الخبرات وانا بتكلم عن عوده الخبرات في ناس يعني عندهم خبرات كبيره جدا تقدر تفيد امن الدوله. في المعلومه لان انا عشان ابقى مصر بلا ارهاب لابد من اربع امور تتوافر. اولا قوات تكون مدربه تدريب عالي على التصدي للعناصر الارهابيه المخربه ومعاها طبعا اسلحه عاليه جدا. ووجود بقى اللي هو نمره اثنين دي وجود المعلومه الاستباقيه لدى اجهزه الامن الاستخباراتيه عن طيب الانشطه الهدامه. اللي غايب عن جهاز امن الدوله ده يا فندم اللي غايب بقاله اربع سنين عن جهاز امن الدوله ايه المعلومات اللي عنده؟ المعلومات متوافرة طبعا. أنا لما أكون راجل بشتغل في مكان وعندي المعلومات اللي موجودة يعني ده خزين معلومات. هو لما عمر سليمان مات وقلنا ده كان عنده وقالوا الصندوق الأسود اللي عنده والبتاع كان عنده معلومات طبعا. كل الناس دي كان عندها معلومات وعندها خبرات ما فيش شك. يعني أنا أفهم إن هم عندهم خبرات لكن مش المعلومات دي الأصل مش المفروض موجودة في الجهاز أصلا؟ هي المعلومات دي محتاجة ضابط أمن الدولة تم إبعاده لأنه يعني سمعته كانت مش قد كده كان بيضرب كان بيعذب أو كان عنده فساد مالي وإداري حسب الكلام اللي اتقال وقتها. قطعا أنا لما برجع الناس اللي على مستوى عالي جدا زي المرحوم أحمد رأفت الله يرحمه لأن ده كان له دور كبير قوي في رأب الصدع بين الجماعات اللي توكلوا كلهم بيحبوه. أنا لما أرجع ناس معينة مش هرجع كل أرجع الناس اللي لها دور مؤثر. أرجو أن تبقى معي سيادة اللواء مع أيضا عبر السكايب من القاهرة الأستاذ مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد الإلكترونية. أستاذ مجدي أهلا وسهلا بك.
يعني في رأيك يعني من المسؤول ومن المتسبب في عودة دولة مبارك وإعلامية مبارك وأمن دولة مبارك؟ يعني خطوة عودة ضباط أمن الدولة خطوة من خطوات الرد على مكاسب ثورة 25 يناير. علينا أن نسأل من تسبب في هذه الردة حتى هذه اللحظة. بالطبع كان حل جهاز أمن الدولة بممارساته السابقة وبآلياته الخاطئة التي استخدمها كان أكبر مكسب من مكاسب ثورة 25 يناير. لكن حينما يكون الوطن المصري مهددا بالإرهاب والدولة نفسها مهددة، حينئذ يكون من حق جهات السلطة أن تعيد منشآت، لأن روح الثورة أصلا قد أضعناها سويا ونحتاج إلى ربما جيل آخر حتى نحقق نفس المكاسب التي خسرناها خلال يعني الشهور الماضية التي يعني عشناها بتجربتها. طيب انت يعني شايف ان دي خطوه جيده، يعني ان هو يعود الضباط المفصولين ال 150 اللي كانوا مفصولين دول، عودتهم ده شيء ايجابي يعني ولا شيء سلبي؟ لا، هي فكره العوده نفسها شيء سلبي وشيء منقود. لكن اذا كانت هذه العوده للحفاظ على كيان الدوله، نحن نطالب بالحريه، نطالب بان تنتهي من على وجه الارض كل الاجهزه التي تساهم في قهر الحرية. لكن كيف سنطالب بالحرية إذا ما انتهت فكرة الدولة؟ نريد دولة قوية تطالب في إطارها بالحرية، ومن ثم بس ده نفس المنطق كما وصفت لك، هي ارتداد على مكاسب ثورة 25 يناير، وطبيعي ألا أراها شيء جيد. طيب لكن مسألة عودة الدولة أو هيبة الدولة أو الحفاظ على الدولة، هو نفس المنطق اللي شغالة دي له 30 سنة واللي بسببه طبق قانون الطوارئ على المصريين اكتر من 30 سنة وبرضه ما حصلش حاجة. يعني الدولة هي زي ما هي ان ما كانتش بيسوء حالها. لا، ما حدش قال ان الدولة التي نرغب فيها هي دولة القمع ودولة قهر الحريات ودولة الفساد ودولة المظالم. احنا في خلال ثورة يناير كنا نحلم بدولة متقدمة، دولة لا فساد فيها، دولة الحريات مصانة فيها والكرامة الإنسانية مصانة فيها. هذا ما أقصده بالدولة. لكن حينما تكون هناك عصابات مأجورة يعني تقاتل الجيش المصري، فهنا في خطر بيتهدد كيان الدولة، وعلينا أن نقبل بأي إجراء استثنائي حتى لا تكون الدولة معرضة للخطر. نحن نريد دولة قوية تصان فيها حرياتنا وتصان فيها كراماتنا، ولا نريد دولة ثورة تحقق نفس ما حققته في سوريا وليبيا والعراق واليمن وغيرها من اغلب دول الربيع العربي. وضحت الفكرة، وضحت الفكرة استاذ مجدي. التونسية حيث يلتئم الجميع ويتنازل الجميع لتحقيق طموحات امة او تحقيق طموحات وطن. وضحت هذه الفكرة استاذ وائل قنديل. الدولة مهددة بالتفكك، هنالك عصابات مأجورة أحسن من نبقى زي سوريا والعراق وبالتالي ما الغضاضة في عودة من كانت لهم خبرة في مكافحة الإرهاب أيام مبارك أنهم يرجعوا تاني لأمن الدولة؟ يعني عندما تستدعى كل هذه المشاهد وتوضع أمام أن في محاولة إعادة اصطفاف ثوري مرة أخرى، وبعد يعني انكشاف الحقيقة أمام الجميع الآن بعد حكم مبارك ورجال مبارك ونظام مبارك، صارت المعادلة واضحة. يعني هناك إزاحة ومحو كامل لثورة 25 يناير لصالح استعادة النظام القديم. النظام القديم بيستعيد أيضا كل رموزه الذين كانوا يتعاملون مع القوى المعارضة أو القوى الرافضة للنظام مبارك قبل ثورة 25 يناير. إذن نحن الآن عدنا إلى المربع يعني قبل 25 يناير. هناك قوى نشطة ونشطاء وحركات ثورية تحاول أم تستعيد صفوفها لكي تواجه هذا الكابوس، وبالتالي النظام بيأتي بأدواته القديمة ورجاله القدماء لكي يواجهوا هذا الحراك. المخيف يعني أنت ستسمع كلام، يعني هذا الكلام قيل قال يعني قاله كثيرون، الأساطيل تقف
على في المياه الإقليمية ومصر في خطر ومصر لن ترك. كل هذه الفزعات المستخدمة طوال نظام مبارك وأيام المجلس العسكري وأيام كمال الجنزوري وهو نعود مرة أخرى لهذه الفزاعة اللي هي بضاعة الحرب على الإرهاب أو اللفة في الأسواق بسلعة الحرب على الإرهاب لكي تبرر إرهابا أبشع بكثير من هذا الإرهاب الذي صنعه هذا النظام بممارساته. الذي يعني يشعرك بالأسى أن كل الأصوات المعارضة أو من اعتبرناهم أيقونات معارضة للأسف في لحظة الآن يعني رباعي أيقونات الثورة مثلا المصرية والتغيير من أول محمد البرادعي وعبد المنعم الفتوح وحمدين صباحي ومحمد حسين هيك الآن كل هؤلاء يلعبون دور ما كان يعرف أيام حزب حسني مبارك الحزب الوطني عقلاء الحزب. يعني عبد المنعم الفتوح خارج امبارح مقدم مبادرة للإصلاح إصلاح الانقلاب يعني من داخل الانقلاب هو يريد أن يلعب في الفناء الخلفي للانقلاب كمصلح وخائف على وحمدين صباح بيقول لك أنا يعني رسالة حياتي أن أمنع فشل السيسي لابد أن نتكاتف لكي نمنع فشل. الوصفة اللي خرج بها محمد حسين هيك في القرار الأخير ومحمد برادعي لما بيقول لك أرى السفينة تغرق كل هؤلاء الآن يعني يرتدون أزياء الضفادع البشرية لإنقاذ السفينة ويسبحون في هذا المستنقع لإنقاذ السفينة وبالتالي يعني لا أحد هل عودة الضباط المفصولين دول هو أيضا لإنقاذ السفينة لأنه احنا خد بالك بالضرورة أنه جهاز أمن الدولة في لجنة تقرير تقصي الحقائق في أحداث 25 يناير وما بعدها كان وجهة نظره أنه بلاش نستخدم العنف مع المتظاهرين. ده الكلام اللي وصل لمبارك والحبيب العدل يعني في كلام كتير اتقال في يعني يؤرخ سمعوا كلام ما كانش بقى حصل حاجه يعني يؤرخ كان يمكن لسه مبارك بيحكم لحد دلوقتي هو من يكتب تاريخ هذه المرحله الان يعني بيكتبها يعني صاحب القوه وصاحب البطش بس لما تيجي استعاده هؤلاء الضباط زائد اقرار قانون الشرطه المجتمعيه النهارده اللي هو قانون منح المواطنين الشرفاء بين قوسين يعني الصفه الرسميه والترقيات والمزايا ومكافأة الذين يستخدمون في قتل المتظاهرين والمتظاهرات وسحل الناس لا في حالة فزع أمني تطلبت من قائد هذا الانقلاب انه بيستعيد كل الأدوات القديمة بما فيها وجوه يعني حسن شوف انت مستشار مثلا للشؤون الأمنية مين احمد جمال الدين اللي هو المتهم البطل الرئيسي في قمع الثوار وقتل الثوار في احداث محمد محمود الاولى المستشارة فايزة أبو النجا يعني صاحبة يعني أعلى صوت في مسألة إلحاق الخطر الخارجي والأساطيل الأجنبية وأن مصر في خطر وتواجه الإرهاب وبالتالي أنت أمام وضوح كامل في من يواجه الثوار اليوم. نحن نواجه دولة حسني مبارك التي يعني فصل لها في اليوم ذاته قانون تقسيم الدوائر مثلا اللي هو يعني مفصل على مقاس رجال الأعمال والأثرياء اللي هي طبقة إقطاع نظام حسني مبارك التي ستعود لتستولي على المجالس النيابية والتشريعية. طب إيه اللي هيبقى بقى من دولة السيسي؟ يعني ماذا سيتبقى من دولة السيسي إذا كان هو هيلعب بنفس رجال ورموز وضباط وقواعد وقوانين حسني مبارك؟ من على الرؤوس فقط يعني حبيب العادلي مش موجود لكن النظام بتاعه كله موجود حسني مبارك مش موجود لكن النظام بتاعه كله موجود هو من على الرأس فقط هم من بخصوص الشرطة المجتمعية ايه اللي ممكن تضيفه الشرطة المجتمعية في هذا المشهد الآن؟ احنا تحدثنا طبعا من يوم ما صدر هذا القرار ان الامر كله متعلق بان يجعل في كل بيت جاسوس وفي كل شارع رقيب على من يتظاهر ومن هم النشطاء وهكذا والامر ده كمان ليس لحاملين المؤهلات مش جواسيس ده هيبقى جوه جهاز الشرطه ما انا بقول لحضرتك ولهم تريات ولهم ولهم ما هو ده الدور الظاهر وهناك دور اخر خفي وهو ان يبقى في كل مكان اي شريحه من شرائح الشرطه يعني ايه ما كانش امين شرطه يبقى مندوب شرطه ما كانش مندوب شرطه يبقى ضابط شرطه ما كانش ضابط شرطه يبقى طب الناس تحب كده ما الناس هتزعل من كده ما الناس هتزعل من كده لو بيقوموا بالدور المنوط بيهم لكن الدور يعني لو الناس الناس الغلابه كل واحد بقى كل بيت بقى فيه حد شغال في الشرطه مش ده حاجه كويسه ولا ايه حاجه كويسه البلد كلها تحول مخبرين يعني مخبرين على لا يبقى شغال موظف هو الناس مش هتاخدها على انها مخبر هتاخدها على انه موظف بياخد مرتب بالمناسبه دي يعني حكايه الجاسوسيه المجتمعيه دي انا اقول لحضرتك حكايه روتها صديقه اثق فيها يعني لك ان في مجموعه من الناس في اسكندريه او حاجه راكبين عربيه اجره ميكروباص
وبيتكلموا في امور عامه واللي ساكت ساكت. فالسواق ما عجبوش الوضع فاخذ الركاب بالميكروباص الى مديريه الامن مباشره وسلمهم، لانه يعني الناس بتهد البلد وبتهدم البلد. مش عارف او ده هيتعين اكيد سواء الميكروباص محتاجين شرطه مجتمعيه. شوف ايضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي تعليقاتهم على عودة ضباط أمن الدولة مرة أخرى وأيضا على الشرطة المجتمعية. سامي يحيى. نعم زين، أحد المتابعين اعتبر هذا القرار ضمن سلسلة قرارات كثيرة تم اتخاذها الفترة الماضية ضمن سياسة عودوا إلى مقاعدكم. نذهب الآن إلى تعليقات فيسبوك مصر الليلة. نبدأ بتعليق إسلام بيقول: فاضل آخر حاجة تنهي على حلم 25 يناير رجوع حالة الطوارئ وحسني مبارك يحكم مصر. حالة الطوارئ كانت طيبة أو بالنسبة الذي يحدث حسب معظم التعليقات. علي عبد الحميد بيضيف: الناس اللي رجعت دي متهمين في قضايا التعذيب ورجوعهم تأكيد على إصرار النظام إقامة دولة بوليسية قمعية. طيب تعليق آخر من حساب أبو عمر بيقول: خليهم يرجعوا عشان القصاص يبقى بالجملة. وتعليق الأخير من فيسبوك مع سعيد أو سعد عبد الرازق: هم بيستمدوا وجودهم من استمرار وجود الإرهاب، فلا بد وأن يعملوا على استمراره بأي شكل ليستمروا، وإلا فلا حاجة لهم. حسب سعد. وننتقل سريعا إلى تويتر، نبدأ بحساب عبدو عمران بيقول: طبعا بينهم حبيب العدلي، هو مش بينهم وفقط خد براءة في الفترة الأخيرة. حساب وائل بيقول: سياسة عودوا إلى مقاعدكم والذي أسلفنا ذكره. التغريدة الأخرى من حساب ساينينج بيقول: المفروض أيضا يرجع العدلي، لأنهم مهم لو مهما دوروا على كفاءات في التعذيب لن يجدوا من هو أكفأ من حبيب العدلي. التغريدة الأخيرة من أبو بيقول: طيب أسلفنا ذكرها أيضا. التغريدة الأخيرة من حساب حمادة بيقول: أكيد ولازم وحتما يستفيدوا من الخبرات الموجودة في تعذيب المواطن وإهانته، أمال يعني كنا بنعلمهم وبندفع دم قلبنا عشانهم ليه؟ وجهة نظر. أشكرك شكرا جزيلا. حسام يحيى عود إلى ضيفي عبر الهاتف من القاهرة اللواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخلية الأسبق. هل الانتخابات البرلمانية المقبلة لها علاقة بالإعلان عن عودة المبعدين من جهاز أمن الدولة؟ اللواء رفيق حبيب. سؤال أنا كنت بسأل لأنه معروف أن أمن الدولة له دور بارز في الترتيب للانتخابات أيام مبارك، وإحنا داخلين على انتخابات شبه انتخابات مبارك، هل عودة هؤلاء الضباط أيضا في إطار التحضير للبرلمان المقبل؟ لأنه عايزينه برلمان كده يبقى إيه، صديق يعني صديق للبيئة. لا، في اعتقادي أن الخبرات اللي راجعة دي راجعة أساسا على أساس أن مصر دلوقتي في حالة حرب فعلية مع الإرهاب، وعشان مصر تبقى بلا إرهاب لابد من الخبراء اللي هم موجودين دول، مش عشان يدوروا انتخابات ولا عشان حاجة تانية، لأن أنا قلت لحضرتك الممارسات السابقة اللي يمكن أن تعود مرة أخرى والجهاز نفسه بيرفضها. فده رأيي وأنا متأكد من كده. إن هو ملوش علاقة بالانتخابات لكن له علاقة بالإرهاب. طب إيه الخبرات بقى اللي كانت ناقصة الجهاز في محاربة الإرهاب في الفترة اللي فاتت؟ والله كان في دور بالنسبه للناس اللي موجوده، اللي هي المعلومه لهم خبرات جامده جدا في تقصي المعلومات عن التنظيمات الارهابيه، عن الناس المخربين، ويبقى في سباقه امنيه، ما استناش انا ما يحصل تخريب وبعدين ابتدي انا اشوف مين اللي عمل ده ومين اللي، وابتدي اجمع. طب المبعدين دول يا فندم كانوا مبعدين مش علشان كفائتهم، هم كانوا مبعدين علشان بيعذبوا الناس. هل هو في هذه الحالة يمكن أن نفهم أن هو مفيش معلومة غير بالتعذيب؟ والله هي تعالت الأصوات كلها بحيث أن كانوا هيصفوا الجهاز، وطلع خبرات ناس كويسة جدا أنا أعرفهم شخصيا وما لهمش علاقة بالتعذيب إطلاقا، أنا أعرفهم لأنهم زملائي وما لهمش علاقة بالتعذيب ولا أي حاجة خالص، وكانوا خبرات نادرة يعني يمكن أقول لك هيفيدوا الجهاز كتير جدا جدا في الفترة القادمة لو رجعوا، انما اللي له زي ما قلت لحضرتك اي حاجه تمس التعذيب لان دي جريمه لا تسقط بالتقاضي اطلاقا، مش هيبقى الجهاز مش هيستعين بيه، لان بقول لحضرتك ان خلاص الشعب المصري بقى على وعي متقدم جدا والممارسات دي اصبحت منجوجه ومش ممكن ترجع تاني. وما زالت موجوده زي ما قلت لحضرتك ان كل المنظمات الحقوقيه حتى المصريه بتتكلم على انه في تعذيب في مصر وفي تعذيب في امن الدوله وخصوصا يعني وخصوصا امن الدوله بتاع مدينه نصر مش يعني بالتحديد يعني.
ما نقدرش نقول على حاجه زي كده بالظبط، لان لو في حاجه زي كده القضاء هيكون له دور برضه، القضاء عندنا هيبقى له دور في التعذيب. وانا بقول لحضرتك دي جريمه لا تسقط بالتقادم، لان هي طبعا لا تسقط بالتقادم، ويوما ما سيكون للقضاء دور في وقف هذه الجرائم. لكن نشوف ايضا راي الكاتب الصحفي مجدي شندي معنا عبر سكايب من القاهره. انا كنت سالت الحقيقه اذا كان عوده هؤلاء ستعني بالضروره ان هو كل خبرات نظام مبارك بيتم اعادتها، ايه اللي بقى للسيسي يعني وخريطه طريقه وما يمثله؟ مش هو كان جاي على اساس ان هو المنتج النهائي ل 30 يونيو؟ ايه اللي بقى اصلا من 30 يونيو واللي الناس خرجت عشانه في 30 يونيو؟ شوف المساله ليست بالضروره ان كل من عامل في نظام مبارك فهو ضمن نظام مبارك، وما يحكم عمل وزاره الداخليه والامن الوطني او مباحث امن الدوله هو السياسه العليا التي تقر. مش معقول انت تحط ضابط في يعني كيان امني لا يعترف بالتعذيب ويعتبره جريمه ويقاضي من يرتكب هذه الجريمه وهيرتكب اي فعل خارج عن نطاق سياسه الوزاره التي تتبعها. التعذيب في عهد مبارك كان ممنهج، والتعذيب دلوقتي يا استاذ مجدي مش ممنهج. التعذيب حاليا وانت ناشط قبل ان تكون صحفي، التعذيب حاليا مش ممنهج؟ مفيش تعذيب ممنهج في مصر دلوقتي؟ لا، في تجاوزات بالتاكيد لا احد يستطيع ان ينكرها، لكن ذريعه الدوله انها في مواجهه عنف مسلح، ف ينسحب الاسلام السياسي بعنفه واسلحته من المشهد وليترك الجماهير المصرية يعني تكمل ثورتها التي بدأتها وستنهيها ثورة سلمية. على الإسلاميين أن يعودوا إلى توزيع البطاطين، إلى توزيع الزيت والسكر، إلى الأعمال الخيرية، إلى العمل الدعوي، لكن حينما بعدما ثبت فشلهم في السياسة وبعدما ثبتت حماقتهم في إدارة شؤون البلاد وبعدما تسببوا في تضييع ثورة وفي تضييع آمال وطموحات شعب كامل، عليهم الآن أن يعتذروا وينسحبوا من المشهد، وإلا فإن ثورة يعني هو للأسف الإسلاميين يا أستاذ مجدي لن تكتمل أبدا. للأسف الإسلاميين مغيبون في السجون الآن ولا يستطيع أحد أن يرد عليك، لكن ربما لو كان احدهم موجودا لرد عليك بالمثل، لرد عليك بالمثل وقال عنك ما تقوله عنهم. لكن اسمع رد من الاستاذ وائل قنديل سريعا على مساله انه الدوله بتواجه عنف اسلامي مسلح. وانا قلت لحضرتك هذه بضاعه حسني مبارك وبضاعه اي حاكم مستبد، حاكم فاشل في العالم العربي، هو انه يحارب ارهاب ويواجه خطرا خارجيا. وجاءت مسألة داعش يعني هدية من السماء لكل هؤلاء الدواعش زي السيسي وبشار الأسد وكل هؤلاء بيستثمروا في هذه المسألة. في فزاعة من الحرب وفي حرب على الإرهاب، في بورصة للحرب على الإرهاب دخلوا يستثمروا فيها. طيب. كلهم بيعرض خدماتهم يعني فقط. سيادة العميد، هل فعلا أمن الدولة كان بيحتاج إلى الخبرات هذه الخبرات اللي تم إبعادها في مكافحة الإرهاب كما يقول اللواء رفيق حبيب؟ هذا الكلام ما له علاقة له بالحقيقة. الأمن الوطني تغير اسمه من أمن الدولة إلى الأمن الوطني، كل ما تم الإبقاء على الجهاز وتم الإطاحة فقط بمن هم متهمين بقضايا تعذيب، وتم الإبقاء على الجهاز كما هو، وفعلا تم الإبقاء على مجموعة من الضباط اللي كان يعني معروف عنها أنها لا تقوم بالتعذيب وأن علاقتها طيبة بالناس وتم الإبقاء عليها. هذا الأمر لا نختلف عليه، الأمر لا علاقة له بالخبرات. احنا في طريقتين للحصول على المعلومة، إما بالتحريات والتقصي وإما بالتعذيب. أقصى حاجة ممكن نتخيلها أنهم أعادوا مجموعة من الضباط اللي عندها القدرة على انتزاع المعلومة بالتعذيب، رغم أنهم ما زالوا في موضوع التنكيل والتعذيب منذ الانقلاب وحتى الان، ولما استطيعوا ان يقوموا باي عمليه استباقيه، فبالتالي اعادوا الضباط اللي عندهم القدره على هذا التعذيب. العميد طارق الجوهري ضابط الشرطه السابق، شكرا جزيلا، واشكر ضيفي الكاتب الصحفي وائل قنديل رئيس تحرير العربي الجديد، وضيفي عبر سكايب من القاهره مجدي شندي رئيس تحرير صحيفه المشهد، واللواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخليه الاسبق. وما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. بعد تداول صفحات لقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل آراء سياسية ومواقف من تنظيمات وفصائل بعينها، جدل حول حدود إبداء القاضي لرأيه السياسي بصورة علنية.